ولمتابعة الحالة الجوية مع شبكة مراسلين ينضم إلينا من المحرق الزميل خالد العون. مساء الخير خالد، ولو تضعنا في الأوضاع حيث تتواجد. نعم، شكرا الزملاء في مركز الأخبار، لازلنا مستمرين معكم في هذه التغطية المباشرة للجهود المبذولة في هذه الحالة الجوية التي تشهدها مملكة البحرين اليوم. الأمطار لازالت تهطل باستمرار في ظل تغطية ومتابعة مستمرة من قبل كافة الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. نتواجد الآن في محافظة المحرق والتي تشهد زيارة من قبل سعادة وزير الأشغال لمتابعة سير عملية شفط تجمعات مياه الأمطار والتأكد من سير العملية بكل يسر وسهولة. نرحب بسعادة وزير الأشغال في هذه التغطية. طبعا سعادة الوزير، العملية لازالت مستمرة منذ الصباح الباكر، كيف ترون من خلال متابعتكم المستمرة لشفط تجمعات مياه الأمطار في مختلف محافظات المملكة وخصوصا في محافظة المحرق؟ طبعا وزارة الأشغال مستمرة في بذل كل الجهود المسبقة للتعامل مع الحالات المطرية، وبالتعاون مع كل الجهات المعنية، الإدارة، اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية في وزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة. وإحنا اليوم مهتمين أيضا بالحركة، انسيابية الحركة المرورية في محافظة المحرق على سبيل المثال المتواجدين اليوم فيها. إحنا بالتعاون الوثيق والمستمر مع المجلس البلدي للمحرق لرصد هذه المناطق ومتابعتها وللتأكد من كل الجهود التي تمت، والحمد لله مثل ما شفنا من واستمرارنا في هذه الجهود المتابعة، يعني مستمرين في التأكد من انسيابية الحركة المرورية في شوارع مملكة البحرين. بالتأكيد نشكركم سعادة الوزير على هذا التصريح. وأيضا مشاهدينا الكرام، في الحقيقة لازالت الجهود مستمرة في مختلف محافظات مملكة البحرين لمتابعة هذه الحالة الجوية التي تشهدها مملكة البحرين والخليج العربي. التغطية لازالت مستمرة، وبإذن الله تعالى ستمر هذه الحالة الجوية بكل يسر وسهولة وحرص من قبل القيادة الحكيمة على سلامة المواطنين والمقيمين. هذا كل ما لدينا زملائنا في مركز الأخبار هنا في محافظة المحرق.